الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي اليوم في حلقة من برنامجكم حكم الدين، حيث تستمعون لأسئلة وأجوبة شرعية يجيب عليها فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا بكم. نبدأ بالسؤال الأول. أخ سائل يقول: هل يوجد إجماع بعد الصحابة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، نعم يوجد إجماع بعد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل رضي الله عنه، وهو صاحب المذهب المعروف، قال عن حديث النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، قال: هذا الحديث لا يثبت إسنادا، لكن أهل العلم أجمعوا على ذلك، أي على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. هذا معنى بيع الكالئ بالكالئ. ومعنى الإجماع إجماع المجتهدين، ليس إجماع كل من هو يقال عنه عالم. إذن لا اعتبار بغير المجتهد في الإجماع، لا يعتد بقول غير عالم مجتهد في الإجماع. ويعرف من القرآن اعتبار حكم الإجماع، وذلك من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالإجماع معناه اتفاق مجتهدي أمة محمد على أمر ديني في عصر من العصور. زادك الله فقها. آمين. أخ سائل يقول: هل الجن خلقوا قبل الإنس؟ الجن خلقوا قبل آدم عليه السلام، وهم فيهم مؤمنون وفيهم كفار، والذي ينكر وجودهم يكفر. بعض الناس في هذه الأيام ينكرون وجود الجن، هذا كفر، لأنه تكذيب للقرآن. يوجد سورة في القرآن اسمها سورة الجن، والمؤمنون من الجن فيهم أتقياء وفيهم فساق مثل البشر، لكن أكثرهم فساق. المؤمنون منهم قسم آمنوا بموسى أي في زمنه، وكذلك قسم منهم آمنوا بعيسى أي في زمنه وزمن أتباعه المؤمنين، وقسم آمنوا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والجن قسم منهم يسكنون الجبال، وقسم منهم يسكنون الأغوار والبحار، ثم أغلب كفار الجن يسكنون الأغوار يعني المناطق المنخفضة الوديان، ويسكنون البحار. أما المؤمنون فأكثرهم في الجبال، لذلك الذي يصاب في الأغوار والبحار بأذاهم قل أن يتعافى من ذلك الأذى، نسأل الله أن يسلمنا. آمين. امرأة بعثت برسالة تقول فيها: هل يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم لأداء فريضة الحج للمرة الأولى، وكذلك لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. إن لم تجد المرأة محرما تسافر معه ولا نسوة ثقات، جاز لها في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه إن أمنت على نفسها أن تسافر للحج الفرض ولو وحدها، ولا يجوز ذلك في مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة. أما لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن تسافر بلا محرم، لأن زيارته عليه الصلاة والسلام قربة غير واجبة بل مستحبة. قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني. نسأل الله أن يرزقنا زيارته جميعا. آمين. أخ سائل يقول: ما هو الحشر وكيف يحشر الناس من قبورهم؟ يجب الإيمان بالحشر. قال الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. فحتى البهائم تحشر صغرت أو كبرت، فالناس الذين بليت أجسادهم يعيدها الله تعالى ثم تنشق عنها القبور ويخرجون. أما الذين لم تبل أجسادهم كالأنبياء وشهداء المعركة فتنشق عنهم القبور أيضا، وأول من ينشق عنه القبر فيخرج هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى اسمه الحاشر، أي الذي يكون الأول في الحشر
وكل الناس خلفه، والحشر يكون على الأرض المبدلة، أي بعد تبديل صفات هذه الأرض، فتكون أرضا بيضاء مستوية ليس فيها واد ولا جبل، بل تكون كالأديم المشدود، كالجلد المشدود. روى البخاري عن سهل بن سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. قال سهل: ليس فيها معلم لأحد. وليس كل الناس في الحشر على حد سواء. والذي ورد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قالت عائشة: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. فهذا الحديث ليس معناه أن كل الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، بل الناس في الحشر يكونون على ثلاثة أصناف، كما ورد ذلك في حديث رواه الترمذي: قسم طاعمون، كاسون، راكبون نوقا رحائلها من ذهب، وهم الأتقياء، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وقسم حفاة عراة، وهم المسلمون أهل الكبائر الذين ماتوا بلا توبة، نسأل الله أن لا نكون منهم. وقسم حفاة عراة غرل، وهم الكفار، ويحشرون على وجوههم. اللهم اجعلنا من القسم الأول. آمين. آمين. أخت كريمة بعثت برسالة تقول فيها: ما حكم قضاء الصلاة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر، وما الدليل على ثبوت قضاء الفوائد؟ يجوز قضاء الصلوات الفائتة بعد الصبح وبعد صلاة العصر، والذي ذكره الفقهاء من كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر مقيد بالصلاة التي لا سبب لها أو سببها متأخر، أي سببها يكون بعد الصلاة كركعتي الإحرام، يعني الشخص لما يريد الإحرام يصلي الركعتين ثم يحرم، هذا السبب اسمه متأخر. أما التي سببها مقارن أو متقدم، أي تقدم السبب عن الصلاة، فهذه جائزة في هذه الأوقات كصلاة تحية المسجد، هذه سببها مقارن. والصلوات الفائتة سببها متقدم، يعني حصل السبب والآن الشخص يصلي. ودليل ثبوت قضاء الفوائد قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، الحديث رواه البخاري. زادك الله علما فضيلة الشيخ. آمين. أخت كريمة أيضا تقول: إذا تزوج الرجل امرأة لا يتزوج أختها معها، لكن ما حكم مصافحتها؟ يحرم أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها أيضا، لكن ليس معنى ذلك أن أختها وعمتها وخالتها محارم له، فلا يجوز له أن يختلي بأختها ولا أن يصافحها، بل هي أجنبية عنه، وكذلك الحكم في العمة والخالة. أما المحرم فهي التي يحرم عليه أن يتزوجها على التأبيد، كأم زوجته مثلا وجدة زوجته أيضا. زادك الله علما وفقها. أخت كريمة تقول: ما الدليل على أن الله موجود بلا مكان وليس في السماء كما يقول البعض؟ الدليل على أن الله موجود بلا مكان من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فالذي يكون ساكنا السماء يكون عديلا للملائكة سكان السماوات، ولعيسى بن مريم الموجود في السماء الثانية عليه السلام. ومن الحديث مما يدل على أن الله موجود بلا مكان قوله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود وغيرهم. ومعناه أن الله وحده كان في الأزل، لم يكن سماء ولا أرض ولا فضاء ولا شيء سوى الله. إذن الله كان موجودا في الأزل بلا مكان، ولم يزل كما كان سبحانه، لأنه لا يتغير. والدليل من العقل أن الذي يكون في مكان وجهة يكون جسما، والله خالق الأجسام، فيستحيل أن يكون جسما كخلقه، فهو سبحانه موجود بلا مكان، لا يسكن السماء
ولا يجلس على العرش. قال سيدنا علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. رواه الحافظ أبو نعيم في الحلية. معناه من قال إن الله له كمية أي حجم، إن قال له حجم صغير أو حجم كبير فهو كافر بالله غير عارف بربه. فالذي يقول الله يسكن السماء جعل الله ذا كمية وحجم، تعالى الله عن ذلك. بارك الله فيك وأحسن إليك. السؤال الآن، أخ سائل يقول: ما معنى أن التفكر في الخلق فرض؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. معناه يجب على المؤمن أن يتفكر تفكرا يوصله إلى أن الله تعالى الذي خلق السماوات والأرض وجعل الليل والنهار وغير ذلك لا يشبه شيئا من الخلق بأي وجه من الوجوه. لذلك قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. فالمؤمن يتفكر في المخلوقات ولا يتفكر في الله، لأن الله ليس كمثله شيء، فهو ليس شيئا يتصور أو يتخيل. فضيلة الشيخ، سؤالنا الآن عن تفسير آية. يقول السائل: ما معنى كلمة الرجس في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي فزن بعشرته يجب تعظيمهن ومحبتهن كما يجب محبة الصحابة. والرجس المذكور في قوله تعالى ليذهب عنكم الرجس معناه الشرك، وهذا الفضل شامل لأهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علي وفاطمة والحسن والحسين والعباس ونحوهم. ولا يتوهم أن أهل البيت خاص بالذكور، بدليل قوله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب في هذه الآية إلى زوجة إبراهيم عليه السلام. قواك الله وزادك الله علما وفقها. آمين وإياك. أخ سائل يقول: رجل كان يصلي صلاة فتذكر أثناءها أنه قد صلاها من قبل، أي نفس الفريضة، ماذا يفعل؟ هذا الرجل يقول الفقهاء له أن يكمل هذه الصلاة وتحسب له نافلة، يعني زيادة عن الفرض له بها أجر، له ثواب. نعم. السؤال الأخير فضيلة الشيخ في هذه الحلقة: المريض المصاب بالفالج ولا يستطيع الحراك ولا الوضوء، ماذا يفعل بالنسبة للصلاة؟ هي الصلاة لا تسقط عن المكلف بسبب المرض، ولكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي أصيب بالفالج ولا يستطيع أن يتحرك يطلب من غيره أن يوضئه ولو بالأجرة إن كان يجدها، وليس له ترك الوضوء، ثم يصلي على حسب ما يستطيع. فإن كان لا يستطيع القيام صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، فإن عجز عن ذلك صلى مستلقيا على ظهره ويحرك رأسه، وإن لم يستطع إلا تحريك عينيه صلى بتحريك الجفون ويخفضها للسجود أكثر مما يخفضها للركوع. لكن المهم أن يعلم أن الصلاة لا تسقط حتى لو كان الشخص في حالة الفالج أو حتى لو كان الشخص في الجهاد. بارك الله فيك. آمين فيكم. فضيلة الشيخ، عودتنا في نهاية كل حلقة أن تختم بفائدة مهمة، بماذا تحب أن تختم هذه الحلقة؟ أختم هذه الحلقة بهذه الفائدة العظيمة. ففي كتاب تهذيب الأسماء واللغات للنووي الشافعي المعروف، حين يترجم عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في الجزء الثاني في الصحيفة 24 يقول ما نصه: وأوصى
أي عمر بن عبد العزيز، أن يدفن معه شيء كان عنده من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وأظفار من أظفاره عليه السلام، وقال أي عمر بن عبد العزيز: إذا مت فجعلوه في كفني، ففعلوا ذلك. فهنا السؤال: ماذا يقول نفاة التوسل الذين يمنعون التبرك بالرسول وآثاره؟ ماذا يقولون عن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة راشد مشهود له بالولاية والورع والصلاح؟ ماذا يقولون عن هذا الفعل؟ هل سينعتونه بالشرك والعياذ بالله كما فعل بعض نفاة التوسل، فنسب الشرك لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأنه وضع وجهه على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الله السلامة. آمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته. آمين. صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيها الأحبة المستمعون، كنا مع حكم الدين، حيث أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ نبيل الشريف جزاه الله خيرا. وإلى لقاء آخر مبارك بإذن الله، نستودعكم الله تعالى.